بعد أن حقق نتائج إيجابية في الجولتين الماضيتين، يبحث المنتخب الكونغولي عن مواصلة تلك النتائج عندما يواجه نظيره التوغولي الباحث عن تحقيق مفاجأة واقتناص أول لهم في الكان 2017. منتخب الكونغو استهل مشواره في البطولة بفوز مثير على المغرب بهدف، رغم أنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين، ثم تعادل في الجولة الثانية مع كوتيفوار بهدفين مقابل هدفين. أما منتخب توغو فقد بدأ البطولة بالتعادل سلبياً مع كوتيفوار، ثم خسر بهدف مقابل 3 أهداف أمام المغرب في الجولة الثانية. في لعبة كرة القدم يوجد 3 نتائج، إما الهزيمة أو التعادل أو الفوز، ونحن نحتاج إلى خيار واحد من 2، إما الفوز أو التعادل، وخاصة الفوز، ولكننا نسعى للبحث عن الفوز. إن المغزى الأساسي هو السعي أن نصل في مباراة الغد، لأننا نعلم جيداً أنها مباراة مهمة. منتخب توغو ليس لديه شيء ليخسره، لذلك يجب علينا أن نكون على أتم استعداد للفوز. لابد أن ندخل هذه المباراة ونحن نتحلى بالثقة. على الجانب الآخر، لم يفقد لاعبي منتخب توغو الأمل في الصعود لدور الثمانية، حيث حرص كلاود لور والمدير الفني على تحفيز اللاعبين قبل لقاء اليوم، وتحدث عن أزمة كوسي أجاسا حارس المرمى الذي تعرض منزله في لومي عاصمة توغو للتخريب على يد بعض المشجعين بسبب الخسارة الأخيرة، مشيدا به وبإمكانياته. بعد خسارتنا بنتيجة 3-1 من المغرب وبالنسبة لحارس المرمى كوسي أجاسا، وبينما أتحدث إليكم الآن، هو يعلم جيداً أن قرار العودة إلى اللعب هو قرار خاص به، وكي أكون صادقاً هو أفضل بكثير الآن. أعتقد أنه مدمر نفسياً بعد هذه الخسارة. إيمانويل أديبايور يعتني به الآن. لقد حاولت والدته كثيراً التحدث معه، لذلك سوف نرى ما سوف يحدث غداً، وقرار اللاعب يخصه بمفرده. أنا أشك في أنه غير مستعد للعب مباراة ثالثة. أنا المسؤول عن إرشادهم للطريق، ولا يمكنني أن أقول أننا قد خرجنا من المسابقة بالفعل. لدينا مباراة مهمة جدا، ومصير فريقنا بين أيدينا. إذا كنا نريد أن نكمل هذه المغامرة، فلابد علينا أن نفوز في هذه المباراة بهدفين. هذا سيمنح لنا التأهل بسهولة. كما تعلمون، الكونغوليين هنا من أجل الفوز بالبطولة ومواصلة المغامرة، لذلك فأنا أتوقع مباراة لائقة بين توغو وجمهورية الكونغو.